السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. من جوي كل عام وأنتم بألف خير وبصحة وسلامة إن شاء الله. النهاردة 19/5/2024 وتاني أيام موجة الحرارة، ربنا يسترها. الجو طبعا سخن جدا، يعني إحنا النهاردة دلوقتي الساعة 10 والجو سخن جدا، يعني ربنا يعدها على خير. والله يكون في عون أشجار المانجو بصراحة، مع الحمل ومع الجاية في توقيت صعب جدا، إن شاء الله هتعدي على خير بأمر الله. إحنا هنا في صنف أوستن ما شاء الله الدنيا هنا كويسة مش وحشة، نسبة العقد كويسة جدا. احنا في مرحلة الفرز زي ما انتم شايفين، في منافسة عالية جدا ما بين الثمار. بصوا يعني بصوا شايفين كده كده لازم هيحصل منافسة، لان شجرة المانجا ما بترميش على ايد بالشكل اللي انتم شايفينه ده، يعني عشان برضو نبقى الناس متخيلة كمية العقد السنة دي. وللعلم كمية العقد السنة دي عند اللي اشتغل صح واللي ما اشتغلش صح، وعند كل الناس وفي جميع الاصناف، عشان خاطر بس ما نقولش ان ده شغل محمد بركات ولا شغل غير محمد بركات. سيبك من الحاجات اللي انت بتسمعها دي، العقد السنه دي كويس عند كل الناس عشان خاطر الجو كان كويس، مش عشان خاطر عبد السميع كان شاطر السنه دي وعمل التركيبه الفلانيه، ولا عشان خاطر عبد السميع رش الرشه العلانيه ولا سمد التسميده الفلانيه. العقد السنه دي كويس وعند كل الناس الحمد لله. كل المزارع اللي معايا واللي بشوفها على الفيسبوك كلها كويسة. ده مش شطارة من حد، ده يا حباب قلبي اولا توفيق من عند ربنا، ثانيا خروج تزهيرك في درجات حرارة مناسبة. يعني حضرتك بكل جبروتك وبكل شغلك وبكل عالميتك ما تقدرش تتحكم في عملية العقد والاقساط. درجة الحرارة هي اللي تتعامل، مفيش حد شاطر في الحتة دي. انت بقى هيبان شطارتك، هيبان شطارتك بعد مرحلة التساقط الطبيعي، هيبان شطارتك في أحجامك، هيبان شطارتك في عدد ثمارك اللي هتتبقى من بعد مرحلة التساقط الطبيعي. إنما كمية العقد عند الناس كلها مش شطارة، ولا منك ولا عبد سميع ولا عبد سلام ولا أي حد خالص. كل هذا الكلام ملوش أي لازمة إن أنا يعني إيه أشم نفس على الناس. ايه ده، الموضوع مش بايدك خالص ولا بايدين اي حد. احنا كنا في صنف الاوستن، احنا في صنف هنا الياسمينه روز ما شاء الله. طبعا الياسمينه معروفه بنسبه العقد الكبيره وبنسبه التسقيط الكتير. زي ما انتم شايفين المنافسه هنا اهي بتحصل في الياسمينه. هنا كميه العقد الله اكبر، حاجه محترمه خالص، وكميه التساقط اللي هتنزل هتبقى اكتر من كده بكتير. لسه الياسمينه بتفضل تتساقط بشكل كبير جدا. الاهم عشان نخلي بالنا كميات العقد في موسم 24، كميات العقد في موسم 24 ليس دليل على نجاحك، ولا وانت ملكش يد بيها.